أعزائي الأطفال، مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامجكم برنامج وينر كيتس. كما راكم تشوفونا اليوم في دينو بارك، تحديات جديدة مع أبطال جدد دون إطالة، يلا نروحو نتعرفوا معاهم. الفريق الأزرق يونسي نجاح 12 سنة، بركي سيرين 12 سنة، إيجر ملاك 13 سنة، شملول نور الهدى 10 سنوات. الفريق الأحمر دمدوم ماريا 12 سنة، إيجر سيرين 12 سنة، بيسوريتاج 12 سنة، يونسي نورهان 10 سنوات. أعزائي الأطفال، رانا في التحدي الأول، بس تعرفنا على البطلات والجميلات اللي راهم حاضرين معنا اليوم. أنا حابة في التحدي الأول حيكون بين نورهان وسيرين، إذا راكم مستعدين؟ مستعدين؟ نعم. يلا حماس أكثر، أكيد مستعدة نورهان؟ مستعدة سيرين؟ 3 2 1 وانطلاق. هيا البنات، يلا يا البنات، يلا يا بنات، يلا يا بنات، هيا يا نورهان وهيا يا سيرين، يلا يلا يا فتيات، يلا يا فتيات، يلا يا فتيات، يلا يا فتيات. هيا فتيات، أنا نشوفوا أنه كل الفتاتان أراهم يمشوا في نفس الوقت، والآن انصدم في الجدار. وللأسف أعزائي الأطفال، كما شفنا الفوز في الشوط الأول كان لصالح نورهان الفريق الأحمر. نروحوا للشوط الثاني مع الفريق الأزرق ونشوفوا شنو حتفوز معنا. أسكو الفريق الأحمر حيحافظوا على النتيجة أم الفريق الأزرق حيعدل النتيجة؟ يلا بينا. أعزائي الأطفال، كما شفنا الشوط الأول كان لصالح الفريق الأحمر وتفوقت نورهان على زميلتها سيرين. الآن حاضرة معنا ماريا وملاك من كلا الفريقين، حنشوفوا دوكا في مدمار كريزي فور سبيد شكون هي حتفوز معنا في هذا الشوط. جاهزات؟ جاهزات؟ 3 2 1 والانطلاق. يلا يا ملاك، يلا يا ملاك. حاولت نساعد كلا الفتاتين، دوك شوفوا شكون حتقدر تفوز في هذا الشوط. يلا يا فتيات، يلا يا ملاك، يلا يا ملاك، يلا يا ماريا، 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 يلا يا أطفال، يلا ماريا، يلا ماريا، يلا ماريا، يلا ماريا. كما شفتوا أعزائي الأطفال، الشوط الثاني لصالح الفريق الأزرق، وين ماريا قدرت تعدل النتيجة، أو عفوا من ملاك قدرت تعدل النتيجة على الفريق الأحمر. نروحوا للشوط الثالث مع تسابقات آخر، نعود نرجع لكم، يلا بينا. كما شفنا تعادل لكلا الفريقين في الشوط الأول والشوط الثاني، الآن أنا في الشوط الثالث ونهو الحماس بين ريتاج ونور الهدى، حنشوفوا شكون حتقدر تعدل، ما تعدلش النتيجة بالعكس راهي حتقدر تفوز فريقها في هذا الشوط. جاهزات؟ جاهزات؟ 3 2 1 والانطلاق. بالعكس هدى، هدى بالعكس، بالعكس هدى. يلا يا هدى، يلا يا هدى، يلا يا هدى، يلا يا هدى. الآن ريتاج راهي هي، كملي ريتاج، كملي ريتاج، كملوا 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 كملوا. كما شفتوا أعزائي الأطفال أنه ريتاج راهي هي في المقدمة تاع هذا المضمار، والفوز للفريق الأحمر في الشوط الثالث. نروحوا للشوط الرابع باش نشوفوا أسكو الفريق الأحمر حيقدر ينجح هو ويفوز بهذا التحدي، أم الفريق الأزرق مرة أخرى راهو رايح يعدل النتيجة. يلا نروحوا الفريق، يلا نروحوا عفوا للشوط الرابع، يلا. أعزائي
زي الأطفال كيما شفنا. الفريق الأحمر هم عندهم شوطين مقابل شوط واحد الفريق الأزرق. أنا في الشوط الرابع والشوط الأخير. إذا سيرين فازت في هذا الشوط حيكون الشوط الأخير. أما إذا قدرت نجاح اسمها باين نجاح. إذا نجحت نجاح في هذا الشوط يعني حتعدل النتيجة. وهذا الشيء حيخلينا نروح لشوط آخر باش نشوفوا شكون حيربح ونفصلوا في هذا التعادل. جاهزات؟ يلا جاهزات؟ ثلاثة اثنين واحد والانطلاق. دون إطالة نروح للتحدي الثاني. يلا بينا. إيه إذن اليوم أنا في الفريق الأزرق مع فريقي. خسرنا في الجولة الأولى عادي، توجد ألعاب أخرى وإن شاء الله نفوز فيها. راني فرحانة كي ربحنا في هذه الجولة وإن شاء الله نكملوها والحمد لله كي ربحنا. كنا راح نربحو بالصحة، كنت اتخطى الطوموبيل تاعي في الحيط، بصح مازالوا كاين العاب اخرين ان شاء الله نربحوا فيهم. يعني فرحانه كي ربحنا وان شاء الله وان شاء الله نربحوا في الجولات الاخرى ونكملوا على هذا المنوال. ما لقينا اننا خسرنا اليوم، بصح كاين جولات اخرين وكاين العاب اخرين نقدروا نعدلوا النتيجه ونربحوا. انا فرحانه على خاطر ربحنا وان شاء الله نزيدوا نكملوا نربحوا في باقي الالعاب. معليش خسرنا المرحله الاولى، مازال كاين بزاف مراحل ان شاء الله نربحوهم وخلاص. كانت هذه اللعبه صعيبه عليا بصح كنت خايفه، الحمد لله ربحت وتوفقت مع فريق ديالي. أعزائي الاطفال كما شفنا في التحدي الاول الفوز كان لصالح الفريق الاحمر. الان في التحدي الثاني، التحدي الثاني هو تحدي المحراث والكرات. إذا على كل واحدة من كل فريق ديالها تحط أكبر عدد ممكن من الكرات في السلة اللي راهي قدامها. جاهزات؟ جاهزات؟ ثلاثة اثنين واحد والانطلاق. هيا فتيات. هيا يا فتيات. نشوفوا أن الفريق الأحمر راهو. أعزائي الأطفال الفريق الأحمر راهو يحاول جاهد باش يجيب أكبر عدد من الكرات في السلة ديالو، وحتى الفريق الأزرق راهو يحاول ويسعى جاهد. هيا يا بنات، هيا يا البنات. ملاك عندك الازرار التحتانيه لازم تخدمي بها، بلا هما باش يعاونوك باش تحطي اكثر وتقدري تحملي الكره ديالك. ركزوا يا البنات، ركزوا يا البنات، ركزوا ركزوا يا فتيات، ركزنا يا فتيات، ركزنا. هيا يا فتيات حاولنا التركيز اكثر. يلا باش نشوفوا شكون حيقدر يفوز في هذا التحدي الثاني. من بعد حيبقوا على تحديات اخرى ونشوفوا شكون حيكون عنده اكبر عدد من التحديات اللي حيكون فائز فيها، هو اللي راهو راح يربح او هي بالاحرى اللي حتربح معنا في العدد تاع اليوم. يلا هيا يا فتيات، يلا يا فتيات بسرعه بسرعه. مرت دقيقه، مرت دقيقة حتى الآن، نحن بانتظار الدقائق الأخرى خلاص باش نشوفوا النتيجة. هيا يا فتيات حاولنا أكثر، ركزنا أكثر. هيا يا فتيات، يلا يا نجاح.
كنتي قريب ترفدي الكرة ديالك. ركزوا أكثر، ركزوا ركزوا، ما حطيتي أمش داخل السلة، لازم تحطوا داخل السلة البنات. يدخلوا في السلة تاعكم أو تاع زميلكم، هذه نقطة حتكون محسوبة لكم. يلا ركزوا أكثر، ركزوا أكثر. يلا رقم خمسة راهي عندها كرة، حنعاونك لحظة. يلا يا البنات، هيا يا فتيات، يلا يا فتيات، هيا يا فتيات، هيا يا فتيات، ركزنا أكثر. حاولي، يلا. وجيد جدا، نقطة واحدة دخلت عند أو بالأحرى لرصيد الفريق الأحمر. يلا يا فتيات، ركزنا أكثر، يلا ما تبقاش بزاف. مروا دقيقتان، مروا دقيقتان حتى الآن. هيا بنا لكي نرى من التي سوف تفوز وتفوز فريقها في الشوط الأول من التحدي الثاني. هاي نشوفوا أنه رقم اثنين اللي هي نجاح أم ملاك، راهي عندها كرة في جعبتها، لازم تحاول جاهدة بتحافظ على الكرة اللي راهي عندها وتوضحها في السلة. يلا يا نجاح، هيا يا نجاح، وجيد جدا، نقطة لصالح الفريق الأزرق. يلا يا نجاح، أنا أشكو أنه رقم خمسة راهم عندها كرتان في جعبتها، وراهي تحاول باش تحط الكرتان اثنيناتهم في السلة ديالها. يلا حاولي، ركزي 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 أكثر، حاولي ما تخلطيش وحاولي ما تفلتيش. يلا بقوا ثواني قليلة، ثواني قليلة، خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد، وانتهى الوقت، انتهى الوقت. أعزائي الأطفال نروح للشوط الثاني، كي نعود نقول لكم نقول لكم نتائج الشوط الأول. يلا بنا. أعزائي الأطفال أنا في الشوط الثاني من التحدي الثاني، كما شفنا التحدي الأول الفوز كان لصالح الفريق الأحمر، الفريق الأحمر وين كانوا عندهم سبع كرات مقابل كرتان فقط للفريق الأزرق. الآن أنا في هذا التحدي وحنشوفوا شكون حتفوز معنا، هل الفريق الأزرق حيعدل النتيجة أم الأحمر اللي حيفوز؟ جاهزين؟ 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 3 2 1 والانطلاق. هيا بنا، عندهم أربع دقائق، في الأربع دقائق حنشوفوا شو اللي حتقدر تفوز معنا وحتقدر تجيب الفوز لزملائها أو زميلاتها. هيا يا فتيات، يلا يا فتيات، هيا يا فتيات، ركزنا أكثر، ركزنا أكثر يا فتيات، حاولنا التركيز، حاولنا التركيز يا بنات. يلا شجعوا فريقكم، يلا يا نجاح، يلا يا فتيات، هيا يا فتيات، يلا هدى وسيرين، هيا بنا يا بنات، ماريا وريتاج، هيا يا البنات، يلا يا فتيات، يلا يا جميلات، حاولنا الفوز البنات، حاولوا الفوز. إذا الفريق الأحمر فاز في هذا الشوط يعني أنه التحدي الثاني أيضاً حيكون صالح الفريق الأحمر، أم إذا الفريق الأزرق هو اللي فاز حيكون تعادل في النتيجة. هيا يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، هيا بنا يا بنات. رقم اثنين رانا نشوفوا أنه نور الهدى عندها كرة داخل المحراث ديالها. نور الهدى رقم اثنين، شكون رقم اثنين؟ هدى، هدى راهو عندها عندها كرة داخل المحراث ديالها. هدى، هدى هدية لها، هي الأخرى ديالك، هدى هدية ديالك، راهو عندكم أرقام في كل محراث، كل واحدة والمحراث ديالها. هيا يا فتيات، جيد جيد، طاحت الكرة، طاحت الكرة، أشوف أنه سيرين عندها كرة في محراثها وهي تمشي بخطى ثابتة نحو سلتها باش تحطها في السلة وتحسب النقطة لصالحهم. هيا يا البنات، يلا يا فتيات، يلا يا فتيات، يلا يا فتيات، هيا يا البنات، يلا يلا يا فتيات، يلا يا فتيات، هيا بنا يا بنات، يا بنات، كيما رانا نشوفوا عندنا كرات ومحراث، شكون حيقدر يجيب أكبر عدد من الكريات داخل السلة ديالهم؟
شكون هو المحراز اللي حيقدر يفوز والمحراز اللي حيقدر يلم اكبر عدد من الكرات؟ يلا يا البنات هيا بنا انا نستناو باش نشوفوا النتيجه النهائيه بين الفريق الاحمر والفريق الازرق. الفريق الاحمر كما شفنا مقبله فازوا في التحدي الاول، هل سوف يفوزنا ايضا في التحدي الثاني ام الفوز سوف يكون حليف الفريق الازرق؟ شفنا ايضا في الشوط الاول الفوز كان لصالح الفريق الاحمر. يلا بنا يا البنات هيا هيا البنات، عندكم هذوك الازرار اللي راهم تحت، هذوما الازرار اللي نلعبوا بهم. يلا هيا يا البنات ركزوا اكثر، ركزنا اكثر، ركزنا اكثر يا فتيات. هيا يا البنات يا بنات يا بنات يلا يا بنات، جازوا دقيقتان تقريبا ثلاث دقائق. نعم يلا يا البنات يلا يا بنات يلا يا فتيات، اصبحوا اربع دقائق. هاي بيبدا العد التنازلي، يلا باش ما قبل ما نلحقوا العد التنازلي حاولوا تجيبوا اكبر عدد من الكرات. يلا ما بقاش بزاف، لا يتبقى من الزمن الا القليل. هيا يا فتيات نبداو في التعد التنازلي، نبداو خمسه اربعه ثلاثه اثنان واحد وانتهى الوقت. زي الاطفال نروحوا نحسبوا النتائج ونرجعوا لكم. كما شفنا اعزائي الاطفال الشوط الثاني انتهى، والشوط الاول كان في صالح الفريق الاحمر، والشوط الثاني الفريق الاحمر ايضا فاز بجاب ثلاث نقاط مقابل نقطتين، ايضا المجموع كان اربع نقاط للفريق الازرق وعشر نقاط للفريق الاحمر. تشفيقه حره على الفريق الاحمر، هن اللي فزنا معنا في هذا التحدي. بلا ما نطولوا عليكم نروحوا لتحدي اخر ونشوف شكون حتفوز معنا. يلا بنا. وللاسف خسرنا مره اخرى، يوجد العاب اخرى سوف ننجح فيها بفضل رب العالمين. زدنا ربحنا في الشوط الثاني بعد ما ربحنا في الشوط الاول، وان شاء الله نكملوا هكذا كامل الاشواط. للاسف اننا خسرنا في هذه الجوله، لكن هناك العاب اخرى وجولات اخرى نستطيع أن نعوضها. الحمد لله ربحنا في الشوط الثاني وان شاء الله نكمل في هذه المنوال. لقد خسرنا في هذه المرحله ايضا، ولكن يوجد العاب اخرى لنفوز بها ان شاء الله. انا من الفريق الاحمر، الحمد لله ربحنا الجوله الاولى والثانيه وان شاء الله نكملوا هكا. خسرنا في الجولة الأولى وفي اللعبة الأولى واللعبة الثانية، وتوجد ألعاب أخرى إن شاء الله نفوز فيها. الحمد لله ربحنا في هذه الجولة وإن شاء الله نكملوا الجولة كامل هكا. رانا في التحدي الثالث، التحدي الثالث هو تحدي الشاز ميوزيكال، تحدي الكراسي. نورمالمون كامل حفظتوا شو ما القواعد، لازم تسمعوا كلمة جلوس. كي نسمعوا كلمة جلوس يحق لنا نقعدوا، داكوغ؟ كي نقول لكم اقعدوا ما تقعدوش، كي تسمعوا كلمة واحدة أخرى ما تقعدوش، لازم تسمعوا كلمة جلوس. واللي تجلس في كلمة من غير كلمة جلوس راهي رايحة تغادرنا، داكوغ؟ واجدين؟ 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 ثلاثة اثنين واحد والانطلاق. يلا دوران بداو دورو، يلا دوران دوران، ما نشدوش في الكرسي، ما نلصقوش في الكرسي، وما نطبعوش بعضنا بعض، داكوغ؟ إذا وحدة من زميلتنا جلست خلاص. يلا ثلاثة اثنين واحد، قلت لكم هذاك النهار ما قلت جلوس يا سيرين يا سيرين، قريب ما خسرتي معنا سيرين وغادرتينا. سيرين لازم تركزي أكثر، جلوس. للأسف للأسف حتغادرينا، تفضلي مدي لي كرسي واحد ريتاج. شكرا يا ريتاج. يلا يا فتيات يلا يا فتيات، حنشوفوا شكون هي رايحه تفوز معنا في هذا التحدي. هل الفوز سيكون لصالح الفريق الاحمر ام الفوز حيكون لصالح الفريق الازرق؟ يلا يا البنات، جمادى الاولى، ما قلتش جلوس، جمادى الاولى شهر من اشهر السنه الهجريه. جلوس. للاسف ملاك حتغادرينا، شكرا يا ريتاج. كيما نشوفوا الان راهو معنا ثلاث بنات من الفريق الاحمر وثلاث بنات من الفريق الازرق.
لازم يكون كاين تركيز عالي البنات، تركيز عالي باش كي نقول لكم هذيك الكلمه تجلسوا اليز، ما قلتش جلوس، ما قلتش، قلت تجلسوا داكور. يلا قعدوا، كاع خسرتوا، لو كان داير عليكم كاع خسرتوا، ربحت غير ماريا، معليش نمد لكم فرصه، يلا نمد لكم فرصه ماريا، نمد لهم فرصه، نمد لهم فرصه، يلا يلا يا البنات. ما قلتش انا هذيك الكلمه وقعدتوا انتم، انا ما قلتش قعدوا، مين انتم قعدتوا؟ يلا يا البنات، هيا يا فتيات جلوس. للاسف حتغادرنا نور الهدى، للاسف نور الهدى، مدي لي كرسي ريتاج، شكرا جزيلا. يلا بقاو معنا اثنين من الفريق الازرق وثلاثه من الفريق الاحمر اسفل. الفريق الاحمر حيقدروا يفوزوا في هذا التحدي ويجيبوا سلسله من النجاحات، ام الفريق الازرق حيدير ريمونتادا ويقدر يفوز في هذا التحدي، وبلاك في التحدي الرابع حيعدل النتيجه. جلوس. للاسف يا سيرين، نجيب لك هنا روح رياضيه كبيره بين البنتين، اللي ما تجلسش تقول، شفنا انه اللي ما تجلسش تقول باللي هي ما جلستش، تقول لك انا عادي وتخرج بكل روح رياضيه. ما نديروش يدينا سيرين، حبي يقول انا نغشو، ما لازمش نغشو سيرين. يلا سيرين اجري شويه، اكيد تشوفي سيرين اكيد تغشي، ندورو اليز، ما لازمش ندورو وحنا قاعدين داكوغ. فوالا سيرين اجري شويه، سيرين اكيد بزاف تغشي سيرين، يلا يلا يلا. صح قلت لكم ركزوا، بصح ما قلتلكمش تسقوا في الكرسي، قلت لكم ركزوا، ما قلتلكمش شدوا الكرسي، قلت لكم ركزوا بصح جلوس. ماريا كان كاين كرسي موراك فارغ، سيرين خذات مده باش تجلست، مي بصح كيما مقبله ماريا هي اللي ربحت، وعطينا لهم فرصه، من ماريا حنمد لها فرصه، يلا نوضوا دوران. ماريا مش حتغادرنا، كيما مقبله هي قبلت تمد فرصه لزميلاتها باش ما يخرجوش، باسكو مقبله كامل خسروا. ماريا سيتي لا سول بيغسون اللي ربحت اليوم، دوكا تاني ماريا نمدو لها فرصه هي تاني، لي مالا. اذا قلت لكم البارح إيه، شوفوا في الحصه الماضيه، في الحصه الماضيه حكيت لهم حكايه سيرين، الفو با الفو با تريشي سيرين، حكيت لهم حكايه داكوغ. الوغ شوفوا كيما كاع على بالنا بلي لي فابل دو لا فونتين، لي فابل عندهم اون مورال، كاينه مغزى اللي يخرج من كل حكايه ولا من كل قصه نسمعوها داكوغ. انا باغ اكزومبل دوكا راني حامد لهم واحد لا فابل اللي نحبها نموت عليها، وكنت ملي كنت صغيره توجور نتبعها ونقول لكم المغزى ديالها ثاني داكوغ. اذا لا فابل تقول جلوس. للاسف حتغادرنا، يلا البنات دوران، مدي لي كرسي واحد ريتاج او سيرين ولا، شكرا. اذا قلت لكم لا فابل دو لا فونتين، il était une fois au bord d'une rivière un crapaud parlait à son tétard de la beauté d'une plante. Quelle robustesse, quelle belle couleur verte, dit le tétard. Soudain, un vent violent souffla et cassa une tige tombère dans la rivière. Julus. للاسف ماريا الان بقات معنا طفله من الفريق الازرق ووحده اخرى من الفريق الاحمر. اذا نقول لكم بركه على لا مورال اللي عرفناها، ما ندوروش هكذا سيرين، ندورو عادي، ندورو عادي، ندورو عادي سيرين، سيرين بسرعه اكثر، يلا بسرعه اكثر، شوفي كيفاش يدور ريتاج، دوري بنفس الطريقه يدور بها ريتاج باش ما نغشوش. قلت لكم لا مورال او المغزى اللي ربحناه واللي عرفناه من هذا كما نقولوا حنايا من هذا لافاب، هي لي زابارونس سون سوفون ترومبوز، يعني المظاهر خداعه. لو كرابو كيما قلت لكم في الحصه اللي فاتت، انه لو كرابو كي شاف هذيك لا بلونت بانت له بيل اي روبوست، اي اون رياليتي الي ليجير اي فراجيل، سا فو با دير كي تشوفوا حاجه هاي تبان لنا شابه وجميله وكامل حبيو هذاك هو الصح، لازم تشوفوا المعدن والحقيقه تاعها كيفاش دايره. يلا يلا بسرعه، ما قلتش جلوس، ما قلتش جلوس، يلا بسرعه بسرعه، يلا دوران ما تتشدوش. نجبد كاينه شحنه كبيره بين البنات ياك، راهم يسيو كونسونطريو لو ماكسيموم ياك. سيرين راهي تمشي بلا عقل باش تضمن الكرسي، وراهي تدور دون مانيير تاع راهي دور قاعده، يعني راهي دور بصح قاعده، لازم سيرين ما نغشوش باش نكونوا متاكدين. جلوس. اذا كما رانا نشوفوا الفريق الاحمر هو اللي فاز معنا في هذا التحدي، ثلاث تحديات لصالح الفريق الاحمر، تصفيقه حره على الفريق الاحمر، الفريق الاحمر تصفيقه حره عليهم. نروحوا للتحدي الرابع اعزائي الاطفال، يلا بينا. للأسف خسرنا في آخر لحظة، قد خسرنا
لكن لا يهم، لا تزال هناك جولة وألعاب أخرى. الحمد لله كما ربحنا، وإن شاء الله نكملوا في فقرة الثقافة العامة، وإن شاء الله نكملوها في الجولة الرابعة. وللأسف خسرنا المرة الثالثة، ومازال جولات القادمة. أنا فرحانة بزاف كي ربحنا الجولة الثالثة، وإن شاء الله ثاني إحنا نربحوا الجولة الرابعة. خسرنا في هذه الجولة الثالثة، وبقية الجولة الرابعة إن شاء الله نفوز فيها. الحمد لله ربحنا الجولة الثالثة، وإن شاء الله نربح الجولات الباقية. إن شاء الله في الثقافة العامة نربحوهم ونحقوا الفوز للفريق تاعنا. راني قرب فرحانة لخاطش كي ربحنا الجولة الثالثة، وإن شاء الله نكملوا نربحوهم في الجولة الرابعة. أعزائي الأطفال، كما راكم تشوفونا في التحدي الرابع، تحدي الرابع وتحدي الأسئلة الثقافية ثقافة عامة، شوفونا يلحق الثقافة العامة تاع البنات اللي راهم حاضرين معنا اليوم. راهي معنا نورهان ونجاح خيات. الله شكون كبيرة؟ أنت كبيرة بشحال كبيرة عليها؟ عامين. بعامين. تبانش كانوا دي جمال، قالوها لكم ديجا ولا جامي؟ ما فين نقولكم أنتم توام. حقيقة بسم الله ما شاء الله عليكم، ربي يكبركم على الدين والطاعة. إذا جاهزين باش نبداو؟ نعم. جاهزين؟ نعم. اضغطي على الزر نورهان. إذا 3 2 1، والسؤال الأول يقول لازم الإجابة بسرعة والإجابة صحيحة. داكوغ؟ السؤال يقول ما هو عدد الجيوب الأنفية عند الإنسان؟ 8. 8 إجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثاني يقول كم عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ 8. إجابة صحيحة للفريق الأزرق، راكم تعادل حتى الآن. ركزوا مليح، ما هو عدد صور القرآن الكريم؟ 114. الإجابة لنورهان، قالتها بسرعة أكبر. السؤال الأخير يقول كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى؟ 66. خطأ. 12. خطأ. ركزي أكثر، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نغير السؤال ونروح لسؤال آخر. السؤال الآخر يقول ما هو الحيوان الذي يتحمل العطش أكثر من الجمل؟ الحمار. خطأ، مش الحمار، أكرمكم الله. حيوان هذا رقبته طويلة بزاف. الزرافة. والإجابة صحيحة للفريق الأحمر. ونروح للشوط الثاني أعزائي الأطفال مع المسابقات واحد أخرين. يلا بينا. أعزائي الأطفال، رانا في الشوط الثاني من التحدي الرابع. كما شفنا الشوط الأول كان لصالح الفريق الأحمر، والآن أنا في الشوط الثاني راهي حاضرة معنا ملاك وريتاج من كلا الفريقين. راكم جاهزات؟ نعم. جاهزات؟ نعم. لازم تركزوا، لازم الإجابة بسرعة والإجابة صحيحة. يلا اضغطوا على الزر. جيد. إذا السؤال الأول يقول كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله؟ 40 سنة. الإجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثاني عفوا يقول أين صنعت أول قصوى للكعبة؟ مصر. إجابة صحيحة للفريق الأزرق. الإجابة الثالثة تقول أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الأخير يقول ركزوا أكثر يا البنات، ركزوا أكثر. ما هي الدولة أو ما هو البلد المشهور بصناعة الساعات؟ الصين. خطأ، يبدأ بحرف السين مش الصاد. السين. سعودية. خطأ، مش سوريا. سوريا. لا سويد. خطأ. سويسرا. ما نغشوش، يقولوا إجابة منا النقطة تروح للفريق المقابل. معليش هنا غشوا، مدكم سؤال آخر. جبت الكرة تاعك بتاج صدمة كشفة. يعني خطت الآخر بلا هكذا لحظة. يلا يا بنات هيا بنا. السؤال الآخر يقول ما هو الحيوان الذي يعيش في الماء ولديه 8 أذرع؟ حيوان في الماء يعيش وعنده بزاف يدين. أخطبوط. إجابة صحيحة الفريق الأزرق. وبهذا أعزائي الأطفال الشوط الثاني تسريح الفريق الأزرق على الفريق الأحمر. نروح للشوط الثالث. يلا بينا.
كما شفنا في التحدي هذا الشوط الأول كان تحت فريق الأحمر، الشوط الثاني انتهى بتعادل. الشوط الثالث هنا حاضرة معنا ماريا ونورة الهدى، راكم جاهزات؟ نعم جاهزات؟ نعم. لازم السرعة في الإجابة والإجابة صحيحة، اضغطي على الزر نور الهدى. جيد. السؤال الأول يقول ما هي الدولة الملقبة أو المعروفة بمهد الحضارات؟ العراق. صوت أعلى. العراق والإجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثاني يقول ما هو الكوكب الذي قال عليه العلماء باللي فيه إمكانية العيش وراء كوكب الأرض؟ المريخ. بصوت أعلى. المريخ إجابة صحيحة للفريق الأحمر. حاولي تركزي أكثر نور الهدى، داكور؟ ركزي. السؤال الثالث والأخير يقول ما هي أكثر الغابات العالم كثافة؟ ما هي أكثر غابات العالم كثافة؟ الأمازون. إجابة صحيحة الفريق الأحمر. وبهذا أعزائي الأطفال الشوط الثالث ثلاث أسئلة كانت تصلح الفريق الأحمر. في الشوط الرابع أسكو الفريق الأحمر حيكمل يمشي في سلسلة هذه النجاحات، أما الفريق الأزرق حيقدر يتفوق في هذا الشوط. نروح للشوط الرابع والأخير، يلا بنا. أعزائي الأطفال أنا في الشوط الرابع من التحدي الرابع أيضا، شوفوا نرى شو حيفوز بهذا الشوط. هل حتكون معنا فايزة سيرين أم سيرين؟ راهو معنا زوج سيرينات في هذا الشوط. راكم جاهزات؟ نعم. جاهزات؟ نعم. يلا شوية حماس. جاهزة سيرين؟ نعم. 3-2-1 والانطلاق. السؤال الأول يقول ما هي أصغر قارة في العالم؟ أستراليا. إجابة صحيحة الفريق الأحمر، لازم السرعة في الإجابة البنات. السؤال الثاني يقول ما هو الحيوان الذي يعتبر رمزا للحكمة؟ البومة. الإجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثالث يقول ما هو الكوكب الأقرب للشمس؟ ما هو الكوكب الأقرب للشمس؟ القمر. خطأ. البطيء. قريبة. يبدأ بحرف العين. عطارد. عطارد، إجابة صحيحة الفريق الأزرق. السؤال الأخير يقول ما هو اسم الفضاء الذي يحلق فيه رواد الفضاء؟ الفضاء المريخ. خطأ. المريخ كوكب. نركزوا أكثر، تحاولوا أنه نركزوا أكثر. نغيروا السؤال، جاكم صعب؟ خطأ. ما نقولوش الكواكب، نهضوا على الفضاء، يسمى بالفضاء الخارجي. نروحوا لسؤال آخر، والسؤال الآخر يقول ما هو اسم الكوكب الذي يطلق عليه الكوكب الأزرق؟ نيوتن. خطأ. الكوكب الأزرق. لا، الكوكب أنا عايشين فيه. أنا عايشين في المريخ سيرين. لا، أنا عايشين في المريخ. إذا هو عندكم الآن تعادل، نزيدوا سؤال آخر، وهذا السؤال حيكون هو فاصل في النتيجة. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يطلق عليه ملك البحر؟ ملك البحر. وشنو هو؟ السمكة والقرش. والإجابة صحيحة الفريق الأزرق أعزائي الأطفال. وبهذا الفريق الأزرق عدل النتيجة مع الفريق الأحمر. الآن مش حنديرو؟ حنديرو سؤال واحد باش نقدروا نفصلوا في النتيجة. الفريق الأحمر جاب أشواط 2 صحاح، والفريق الأزرق شوطين أيضا كان الفوز لصالحهم. الآن حيكون كاين سؤال واحد، وبهذا السؤال حنقدروا نفصلوا في النتيجة النهائية. سؤال أخير، ما نغشوش، إذا غشينا أنا غنروح للفريق المقابل. السؤال يقول ما هو الغاز الذي يستخدم في تعبئة البالونات؟ الأكسجين. لا، مش الأكسجين باش يخليهم يطيروا. الهيدروجين. لا، مش الهيدروجين. جاكم صعيب؟ نغيروها. نغيروها. ماذا يحد الجزائر من الجنوب؟ ماذا يحد الجزائر من الجنوب؟ من الجنوب مش من الشمال، من الجنوب. مالي. المالي و ونيجيريا. والنيجر. مالي والنيجر. زدكم سؤال، يا قاتلتي النيجر. يلا هنجبلو، كاين تعادل بزاف البنات، لازم تفصلونا في النتيجة. حاولوا تفصلوا في النتيجة. ما هو الحيوان الذي يعتبر أسرع حيوان فوق اليابسة، فوق الأرض؟ الفهد. والإجابة صحيحة الفريق الأزرق. وبهذا الفريق الأزرق هو اللي فاز معنا في هذا التحدي. نروح للتحدي الخامس والأخير، يلا بينا. تصفيق حرام الفريق الأزرق. افرحوا، يلا يا بنات.
لقد فزنا في هذه اللعبة ونتمنى أن نفوز في اللعبة الأخيرة. للأسف خسرنا في هذه الجولة وإن شاء الله نربح في الجولة الأخيرة. جاونا أسئلة ثقافية سهلين على بي ربحنا وإن شاء الله نزيدون نربحوا في ألعاب أخرى إن شاء الله. للأسف الشديد لقد خسرنا في الجولة الرابعة وإن شاء الله نربح في الجولة الخامسة. الحمد لله اللي ربحنا بالمرحلة الثالثة المرحلة الرابعة وما زال المرحلة الخامسة إن شاء الله نزيدون نربحوا. خسرنا في هذه الجولة لكن لا تزال لعبة أخرى إن شاء الله نربح فيها. فوزنا في هذه الجولة وإن شاء الله نفوز في الجولة الأخيرة. خسرنا الجولة الرابعة ممكن سنتقدم بالفوز إلى المرحلة الخامسة. أعزائي أطفالنا في التحدي الخامس والأخير حضر معنا سيرين من الفريق الأزرق وريتاج من الفريق الأحمر. ككل مرة رانا الآن في البيئة فيرتوال رياليتي رانا راح نشوفوا فيديو ومن ثم لهم عمليات حسابية خفيفة ظريفة. شغل نشوف رياضيات انتم البنات شوية شوية دوك نشوفوا حنة يديكم حتبدأ الفيديو الآن ونمدوا لهم ثلاث أسئلة رياضية سواء عمليات حسابية جمع ضرب قسمة أو حتى ناقص ونشوفوا الإجابة تاعهم أو حتى نمدوا لهم معادلات ومسائل. إذن الفيديو تاعنا هو رايح يبدأ 3 2 1 والانطلاقة. السؤال الأول يقول 30+40 كم يساوي؟ 70. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثاني يقول 20+40 كم يساوي؟ 60. إجابة صحيحة للفريق الأزرق. سباب شكي تشوفي في الفيديو تاعك ريتاج؟ واش راح ندير سباق؟ أكيد راح ندير سباق داكور. مع واحد الطيارة. زوج. داكور. إذا شكون حيربح في السباق؟ أنتيا ولا سيرين ولا ولا أنتوا حتى ربحوا زعما؟ راهم فايتينكم شوية لا؟ راهم فايتينكم. زعما حتلحقوهم سيرين راكي معوله زعما تربحيهم. السؤال السؤال يقول سيرين حاولي انك ما تشديش النظارات تاع الفئه. حاولي اصبري حنعاود نعاونك لحظه برك لحظه اثنين عندي برك سيرين بلا سيرين هكذا حاولي انك ما تشديهمش شكرا حاولي. إذن السؤال الثالث يقول 60+3 كم يساوي؟ 180. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. سدولهم سؤال. السؤال الأخير يقول 40+2 كم يساوي؟ 20. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. وبهذا أعزائي الأطفال في هذا الشوط شفنا أن الفريق الأحمر هو اللي فاز على الفريق الأزرق. في الشوط الثاني حيكون معنا تسابقات وحد أخرات نقدروا معهم نعرفوا أسكو الفريق الأحمر حيحافظ على النتيجة ويكمل يفوز في الأشواط اللي باقية أم الفريق الأزرق بل حيقدر يعدل النتيجة وهو يفوز كما فاز في التحدي اللي قبله. نروحوا لتحدي آخر. صباركم واجدين في السباق تاعكم هذا أو عجبكم الحال؟ راكم لاحقين راكم لاحقين راكم خاسرين راكم رابحين في السباق. انا راني رابحه. انت رابحه ايه هي درا. اعزائي الاطفال البنات يكملوا يشوفوا الفيديو تاعهم وحنا نروحوا للشوط اخر ونعاود نرجعوا لكم. اعزائي الاطفال كيف شفنا في الشوط الاول الفوز كان لصالح الفريق الاحمر وين ريتاج تفوقت على سيرين في هذاك الشوط. الان انا في الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي راهو رايح يكون بين الاختان نورهان ونجاح. اذا حضرهم عمليات رياضيه وفي نفس الوقت هم رايحين يشوفوا الفيديو اللي راهو رايح يكون عندهم الان في نظارات تاع الفي ار. اذا شاطرات شويه في الرياضيات البنات شويه شويه اوكي. اذا نزلوا الفيديو يبدا 3 2 1 والفيديو بدا الان. بدات الرحله تاعكم في السباق الطائرات راهي بدات الرحله ديالكم. اذا سؤالنا يقول 8+6 كم يساوي؟ 8+6 نعم 8+6 كم يساوي؟
48 إجابة صحيحة للفريق الأزرق. السؤال الثاني يقول 8 في 5 كم يساوي؟ 40 إجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثالث يقول 7 في 9 كم يساوي؟ 7 في 9 63 إجابة صحيحة للفريق الأحمر. نجد سؤال آخر، السؤال الآخر يقول 3 زائد 4 زائد 9 كم يساوي؟ 3 زائد 4 زائد 9. نعم. 14. خطأ. 15. خطأ. 16. والإجابة صحيحة للفريق الأحمر أيضا. كما شفنا أعزائي الأطفال في هذا الشوط أيضا الفريق الأحمر هو اللي يتفوق على الفريق الأزرق. قولكم عفسة مقبلة في الكواليس نجاح كتقولي أنا يا شاطرة في الرياضيات حنديها لأختي. مي بصح بالك جات هذيك الغالين تاع ناخذها الكبيرة وكاع نخليها بالك لهذا السبب نجاح. إذن أعزائي الأطفال نروحوا للشوط المقبل مع متسابقات أخريات ونعود نرجع لكم. يا دروا عجبكم السباق لكم تشوفوا فيه الآن؟ صح؟ بلكوا تخطوا راسكم حطي راسك بلكي بلكي بلكي. أعزائي الأطفال نروحوا للشوط آخر ونرجع لكم يلا بنا. أعزائي الأطفال أنا في الشوط الثالث من التحدي الأخير. التحدي هذا رانا نشوفوا فيه أسئلة رياضية. الفريق الأحمر فاز المرة الثانية على التوالي في هذا التحدي. الآن أنا في التحدي الخامس الشوط الثالث سوف نرى إن كان ماريا حتفوق على نور الهدى أم نور الهدى حدير الريمونتادا وبلاك مالك حتعدل النتيجة. يلا 3 2 1 والفيديو سوف يبدأ. والسؤال الأول يقول نسقسيكم شاطرين شوية في الرياضيات البنات؟ شوية شوية شوية. 120 قسمة 2 كم يساوي؟ من غشوش؟ من غشوش؟ كي نغشو نروح للفريق الآخر. خطأ. نعم قسمة 2. حنبدلوه سؤال، بدلوه السؤال. إذا السؤال يقول 180 قسمة 2 كم يساوي؟ 180 قسمة 2. سيرين من غشوش؟ يلا. 180 قسمة 2 كم يساوي؟ قسمة 2. 180 كم؟ 60. 60 خطأ. 6 خطأ. هيا يا البنات ركزوا أكثر، ركزوا. 0. لا لا 180 قسمة 180 قسمة 2 أو بالأحرى 18 قسمة 2. أوكي. 6 خطأ. 9. 9 180 قسمة 2 كم يساوي إذن؟ 90. إجابة صحيحة للفريق الأزرق. السؤال الموالي يقول 8 زائد 6 زائد 9 كم يساوي؟ 23. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. السؤال الثالث يقول 12 في 4 كم يساوي؟ 12 في 4. نعم 12 في 4. 3. خطأ. 12 في 4. 12 في 4. نغيره السؤال. 18. خطأ. 2. خطأ. السؤال الآخر يقول 28. كم؟ 28. خطأ. 8 وعبس نصر ماشي 20. السؤال الموالي يقول 5 في 7 كم يساوي؟ 35. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. وبهذا أعزائي الأطفال الفريق الأحمر عندهم 3 أشواط مقابل 0 شوط للفريق الأزرق. ومنه نروحوا بسرعة للشوط الرابع باش نقدروا نعرفوا شنو حتفوز معنا في هذا التحدي. أو عجبكم السباق اللي راكم تشوفوا فيه؟ نعم. فيه شوية مغامرات؟ نعم. إذن كما شفنا أعزائي الأطفال نروحوا بسرعة للشوط الرابع اللي حيكون بين الأختين أيضا ملاك وسيرين ونعود ونرجع لكم يلا بينا. كما راك
لكم تشوفونا في الشوط الأخير من التحدي الأخير. أيضاً راهي معنا ملاك مع أختها سيرين أثرباش اللي حتربح أيضاً في هذا الشوط، على الرغم من أنه الفريق الأحمر كل أشواطه كانت أشواط فازوا بها 100%. دوكا أثرباش هذا الشوط أسكو سيرين حتكمل في مشوار زميلتها وتفوز هي أيضاً، أم ملاك حتجيب نقطة واحدة لصالح فريقها؟ جاهزات البنات؟ جاهزات؟ اذا حتكون عندكم فيديو تاع سباق الطائرات اللي حيبدا الان. 3 2، يعني درت لكم فيديو ما يخوفش، يعني نفس الفيديو اللي كنشوفوه زميلاتكم حتشوفوه انتم الان. 1 وانطلاقه. السؤال الاول يقول 5 × 5 كم يساوي؟ 25. إجابة صحيحة للفريق الأحمر. ركزوا البنات، ركزي يا ملاك، حيبدأ السباق ديالكم، سباق الطائرات. السؤال يقول 120 × 2 كم يساوي؟ 240. 240 إجابة صحيحة للفريق الأحمر. ركزي ملاك، بقالكم سؤال واحد، ركزي يا ملاك. نبدأ في السباق، حيبدأ السباق، سوف تنطلق الطائرات. ما يخوفش ما يخوفش، ما تخافيش ما يخوفش. السؤال الأخير يقول 9 × 3 كم يساوي؟ 27. الخوف راه يجري فيها، الخوف خلالها عقلها يجاوب على كامل الأسئلة الرياضية صحيحة. وبهذا أعزائي الأطفال اللي فازت معنا في هذا التحدي هو الفريق الأحمر. تصفيقة حارة على الفريق الأحمر، تصفيقة حارة على الفريق الأحمر. نروح لآخر فقرة اللي هي فقرة الهدايا ونرجع لكم. أعزائي الأطفال كما راكم تشوفوا لحقنا لنهاية عدد اليوم من برنامجكم برنامج وينر كيدز. كما شفنا اللي فازوا معنا في التحدي تاع اليوم هم الفريق الأحمر، تصفيقة حارة على الفريق الأحمر. وحتى الفريق الأزرق شاركوا معنا هما أيضا، نقدروا نعطيهم تحية وتصفيقة حارة على الفريق الأزرق. دون إطالة يا البنات نمدوا الهدايا للفريق اللي فاز معنا، الفريق الأحمر. تفضلي. تفضلي يا سيرين ويا ماليا. إذا أعزائي الأطفال هما أيضا قلنا يعطونا كلمة أخيرة قبل ما نروح نوزعوا الهدايا على الفتيات اللي فازوا معنا أيضا بهدايا تاع المشاركة الفريق الأزرق. كلمة أخيرة واش تقولي لنا؟ شكرا على الهدايا ويشرفني مرة أخرى أن أعود وأشارك في المسابقة. إن شاء الله يا ربي. أنا فرحة كثيرة لأنني فزت وشاركت معكم. شكرا جزيلا سيرين. تشكر لكم على كل شيء ما فعلتوه معي. شكرا وماريا. شكرا جزيلا على التصوير وعلى الهدايا. عفوا عفوا يا ماريا. إذا أعزائي الأطفال نروحوا أيضا الفريق الأزرق ومدوا لهم هدايا ديالهم هما أيضا. الفريق الأزرق بهداياهن الزرقاء أيضا. تفضلنا يا فتيات، تفضلي وتفضلي. إذا البنات أيضا هم يمدوا لنا كلمة أخيرة قبل ما يغادرونا، واش تقولي لنا النجاح؟ فرحة لأني شاركت في هذه المسابقة وإن شاء الله إن شاء الله أن نزيد أن نعود مرة أخرى. مرة أخرى إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله سيرين. شكرا لكم وشكرا على الهدايا. عفوا. وإن شاء الله أن نعيد المشاركة في هذه إن شاء الله يا ربي. نمدوا لنور الهدى الميكروفون. خسرنا في التحدي ولكن المهم المشاركة. جيد جدا. وملاك شكرا لكم. عفوا ملاك عفوا. إذا أعزائي الأطفال ومنه لحقنا نهاية هذا اليوم من برنامجكم برنامج وينر كيدز. كما شفتوا البنات كامل قال لك شنو نعاودوا نولوا مرة أخرى، شنو نشوفكم مرة أخرى في عدد آخر بإذن الله، وإن شاء الله العدد اللي ترجعوا فيه معنا حتى كاين الريمونتادا تاع الفريق الأزرق ولما لا. إذا نعطيكم موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نفس التوقيت نفس المحطة. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.